الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. للإنسان ظاهر وباطن أو قلب وقالب. الظاهر ما يظهر للآخرين بالحس من أعضاء البدن، والباطن ما بطن أو خفي عن الآخرين كالعقل والقلب، فإنهما لا يعرفان إلا بآثارهما، إذ أن القلب يعطي الأوامر إلى أعضاء البدن فتقوم بأعمالها، ومن آثار هذا العمل يستدل على وجود القلب. كما أن الأعمال الصالحة أو الطالحة مرهونة بنية القلب، لأنه من شاءها، فالقلب يعتبر الرئيس على البدن، فإذا صلح الجسد، وإذا فسد الجسد. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإنسان ما وقع، إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد، وإذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد، وهي القلب. كما أن للدين مظهرا وجوهرا، فمظهر الدين هو الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات، وجوهر الدين هو اتصال الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فكما أن الأمير على البدن هو القلب، فإن الأساس في الدين هو القربة إلى الله تعالى والاتصال به. فالصلاة معراج المؤمن وقربان كل التقي. ظاهر الصلاة هو القراءة والركوع والسجود، لكنها تعرج بالإنسان إلى الله تعالى. فهل العروج لهذه الحركات أم لجوهرها وهي النية والقرب لله تعالى؟ لا شك أن النية والقرب هي التي تتحكم بكمال الصلاة وتماميتها وظهور آثارها. كما أن الصيام وهو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب، لكن جوهر الصيام هو التقوى، وهو المطلوب من لعلكم تتقون. فالحاصل من أهداف العبادات هو حالة الاتصال الغيبي بالله سبحانه وتعالى، وهو من الأمور الباطنية، فهو مرتبط بالقلب. فإذا اقترن فقد تحقق الكمال المطلوب من العبادة. وجاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآية فؤاد في مقابل البصر والسمع. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي تشرف النار على قلوب ويذيقها ألمها.
فالأساس إذن هو القلب ثوابا وإقابا. والدليل أنه إذا صلح الباطن صلح الظاهر وليس العكس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن الإمام الصادق في تفسير هذه الآية: هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. وذكر بعض المفسرين إنما خص القلب بالسلامة لأنه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد. وقد يكون عملان متشابهان في الظواهر، لكن الذي يميزهما ويحدد صلاحيتهما هو القلب والنية. فقد تصدق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه الشريف وهو راكع في المسجد، فنزلت فيه الآية المباركة آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في تفسير في شأن نزول الآية أن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع، فبصر بسائل، فقال النبي صلى الله عليه وآله: هل أعطاك أحد شيئا؟ فقال: نعم، خاتم من فضة. فقال صلى الله عليه وآله: من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم. وأومى بيده إلى علي عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله: على أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع. فكبر النبي ثم قرأ: ومن يتولى الله، إن آية بعد آية الولاية، ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأنشأ حسان بن ثابت يقول في ذلك: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومصارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك نفسي، فدتك النفس يا خير راكعي، فأنزل الله فيك الله خير ولاية وثبتها مثنى كتاب الشرائع. هناك من كان يصلي في الظاهر ولكن نزلت فيه الآية المباركة، هذه الآية في حق أمير المؤمنين، تلك الآية: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. في تفسير الصافي: كان سبب نزولها إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا إلى بيعة علي يوم غدير خم، فلما بلغ الناس وأخبرهم في علي عليه السلام رجع الناس، فاتكى معاوية على مغيرة ابن شعبة وأبي موسى الأشعري، ثم أقبل يتمتع نحو أهله ويقول: ما نقر لعلي بالولاية أبدا، ولا نصدق محمدا صلى الله عليه وآله مقالته. فنزلت: فلا صدق ولا صلى. وهنا يظهر أثر القلب والنية في العمل، عمل أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكما في قصة ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أن الإمام الباقر عليه السلام كان سبب قبول قربان أحدهما دون الآخر أن قابيل لم يكن ذاك القلب وقرب بشر ماله وأخسه قمحا رديا لأنه كان صاحب زرع، وقرب هابيل بخير ماله وأشرفه، وقرب بكبش
سمين وأذمر الرضا بحكم الله تعالى. الدعاء من أبرز الأعمال التي ترتبط ارتباطا وثيقا بباطن الإنسان ويظهر فيها أثر القلب وسلامته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في رواية أن الله تعالى وعظ عيسى على نبينا وآله وعليه السلام: يا عيسى أذل لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات واعلم أن سروري أن تبسبس إلي، يعني تملق لله سبحانه وتعالى، وكن في ذلك حيا ولا تكن ميتا. حيا يعني حاضر القلب، ميت يعني صاهي القلب. ليس المراد من الدعاء مجرد طلب الحاجات من الله باللسان، بل المراد حضور القلب وصفاء النية والتأدب بآداب اللقاء. يعني إذا كان الدعاء مع المناجاة، يعني طلب الحاجة، بعض الناس يتعبدون على طلب من الله سبحانه وتعالى، عندهم حاجات لما يتكلمون مع الله يبدون بحاجاتهم: يا الله أنا أحتاج إلى كذا وكذا. هذا مو طريق الدعاء. دعاء لازم أن يكون مع المناجاة. نحن نقول بالفارسي راز ونياز، يعني المناجاة ثم طلب الحاجات. هنا نقطة مهمة، إذا ورد أن الدعاء مخ العبادة، بل الدعاء هو العبادة. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني دعاء من أصدق مصادق العبادة. وقد روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله إمام الصادق عليه السلام جعلني الله فداك: ما تقول في رجلين دخلا المسجد جميعا، كان أحدهما أكثر صلاة والآخر دعاء، فأيهما أفضل؟ قال عليه السلام: كل حسن. قلت: قد علمت، ولكن أيهما أفضل؟ قال: أكثرهما دعاء. أما تسمع قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إلى آخر الآية. وقال: هي العبادة الكبرى. إن الإقبال على الله تعالى بالدعاء يتطلب من الإنسان أمورا تساعد إجابة الدعاء حسب الإرادة والتقدير الإلهي. أولا معرفة الله تعالى بأنه ربا خالقا لجميع الموجودات، متصرفا في جميع الكائنات، متصفا بصفات الكمال. فلو لم تحصل هذه المعرفة لا يمكن أن يوجه إليه الدعاء، لأن الدعاء لا يوجه إلى مجهول. إذا أنت لا تعرف الله، ما هو الله سبحانه وتعالى، كيف ممكن أن تدعوه؟ فأول الخطوة إلى الدعاء معرفة الله. في رواية سئل الإمام زين العابدين عليه السلام: أليس الله يقول: يا عبادي ادعوني أستجب لكم؟ قال عليه السلام: صدق الله العظيم، بلى هو قائل. قالوا: فما بالنا ندعوه ليلا ونهارا فلا يستجيب لنا؟ قال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفون. قالوا: وكيف نعرفه؟ قال: اعرفوا أنفسكم، تعرفوه ثم ادعوه يستجيب لكم. قالوا: وكيف نعرف نفوسنا؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال عليه السلام: فكروا في أعينكم كيف تبصر، في آذانكم كيف تسمع.
ثم في قلوبكم كيف تفكر، يعني تفكروا في آراء الله. فإذا عرفتم ذلك شعرتم بعظمة الله في نفوسكم فدعوتموه فاستجاب لكم. هذا أولا معرفة الله، هذا من شرائط الدعاء، من آداب الدعاء. وثانيا أن يفهم الإنسان ما يقول في دعائه. واعلم إذا ما قلت ما تقول ومن تناجي ومن المسؤول. أن يفهم الوسائط التي تساعده على قبول الدعاء، مثلا هذه كلها من الروايات، روايات أهل البيت. تعميم الدعاء بذكر حاجات أهله وإخوانه قبل حاجته، هذا يؤثر ويساعد في قبول الدعاء واستجابة الدعاء. الخشوع في الدعاء، البكاء، حتى في بعض الروايات التباكي عند الدعاء. الاعتراف بالذنب، رفع اليدين في الدعاء، الثناء لله سبحانه وتعالى قبل طلب الحاجة، وأن يختم دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم أن يسأل أحد منكم ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله تعالى والمدحة له والصلاة على النبي وآله، ثم الاعتراف بالذنب، ثم المسألة. وقال الإمام الرضا عليه السلام: دعوة العبد سرا، هذه أيضا من آداب الدعاء، دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل 70 دعوة علانية، خصوصا في الليل، خصوصا في آخر الليل قبل طلوع الفجر. ثالثا، يعرف الإنسان أن الله تعالى قادر على كل شيء، وإن الأمور كلها بيده، فلا يصح توجيه الدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه، إن يكون صاحب دعوة المستجابة، فليأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله، فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئا إلا أعطاه، يعني حالة اليأس عن غير الله والتوجه إلى الله تعالى. ورابعا، الشرط الرابع، أن تحدث لدى الإنسان الداعي حالة الانقطاع إلى الله، بأن يرى نفسه مضطرا كحالة الغريق أو المشرف على الموت. ادعوني أستجب لكم، ولكن كيف تدعون؟ كيف دعاء الله؟ ما هو دعاء الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ادعوني كيف؟ ادعوني في تلك الآية، هذه الآية تفسير تلك الآية. ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر؟ بعض الناس يتخيلون أن هذه الكلمات ككلمات السحر مثلا، أمن يجيب المضطر؟ لا، هذه الآية، آية أمن يجيب، هذه آية تدل على اضطرار الإنسان، فهذا الشرط، شرط الرابع، الاضطرار إلى الله، ثم الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا لم تكن تضطر إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو الله يا الله، ولكن في قلبك مثلاً
حبيب فلاني، سأذهب غدا عند دكتور فلاني حتى أقول له يعني ما كنت ما حالي مثلا كذا وكذا، أو مثلا فلان تاجر سأذهب له للمشكل. هذا مو دعوة الله، مو اضطرار إلى الله. اضطرار إلى الله إنما يحصل إذا كان الانقطاع. فلذلك في هذه الرواية رواية عجيبة، فيما وعظ الله به عيسى على نبينا عليه السلام: يا عيسى ادعني دعاء الحزين الغريق. الغريق النقطة مهمة في الاضطرار، لأن الغريق الآن يعني بعد لحظات، بعد دقيقة دقيقتين سيموت، فلا يتوجه إلى أي سبب من الأسباب. لما يقول يا الله يا الله يضطر إلى الله، هذا هو الحقيقة. أدعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث، يا عيسى سلني ولا تسأل غيري، فيحسن منك الدعاء ومن الإجابة، ولا تدعني إلا متضرعا إلي وهمك هما واحدا، بس فقط جانب الله سبحانه وتعالى. فإنك متى تدعني كذلك أجبتك، ادعوني ادعوني أستجب لكم. فهذه الدعوة مليق دعاء الله، دعاء دعاء الله في اللسان ولكن في قلب مليق دعاء الله. ادعوني أستجب لكم بلا أي شرط، بلا أي تعلق على شرط. هذه الآية آية مطلق مهمة جدا، ادعوني أستجب. هذا هو النقطة مهمة، يعني ادعوني بحالة الانقطاع. واقعا يدعو الله سبحانه وتعالى لسانا وقلبا. خامسا ينبغي أن ندعو الله وكلنا آمل، إننا نعمل بأنه يجيب دعوتنا ذلك. هذا يحتاج إلى سعة صدر ورفع الهمم. قال رسول الله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بهذا اليقين ربما يدعو الله وفي قلبه أنه هل ممكن الله سبحانه وتعالى يقضي هذه الحاجة؟ لا، باليقين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إذا دعوت فظن حاجتك بالباب. هذا اليقين. سادسا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بنيات صادقة وقلوب طاهرة. في رواية عن الصادق عليه السلام: صاحب النية الصادقة وصاحب القلب السليم، لأن سلامة القلب من حواجز المحذورات. إذا لم يكن في القلب التكبر، الحسد، الحقد وأمثال ذلك. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. سابعا أن ندعو الله تعالى ولم يكن علينا حقوق الناس. عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوصى إلى عيسى ابن مريم: قل للملأ من بني إسرائيل: لا تدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأكف نقية. نقية نقية من أموال الناس وأعراض الناس ودماء الناس. وأكف نقية وقل لهم: إني غير مستجيب لأحد منكم دعوة، والحال أنه لأحد من خلقي قبله مظلمة. إذا كان عليه مظلمة أنا لا أستجيب الدعاء. وأما آثار الدعاء: إن الدعاء الذي يستجمع الشرائط، الشرائط الذي قدمناه
له آثار كثيرة ومعنوية كبيرة على العبد مضافا إلى قضاء حاجته. تنزل الرحمة الإلهية الواسعة على العبد، دفع البلاء، ادعوني أستجب لكم، في رواية أنه أثقله دفع البلاء. دفع البلاء استنزال الرزق، دفع الفقر، رد القضاء المبرم ويطيل العمر. هذه كلها في الرواية عن الإمام الصادق: من لم يسأل الله من فضله افتقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحذر لا ينجي من القدر. إذا كان قدر يعني يصيبك شيء، أنت تحذر مثلا تجلس في البيت أو مثلا تأخذ، إن الحذر لا ينجي من القدر، ولكن ينجي من القدر الدعاء. الدعاء، فتقدموا في الدعاء قبل أن ينزل بكم البلاء. إن الله يدفع بالدعاء ما نزل من البلاء وما لم ينزل. قال أمير المؤمنين: الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة. هذا الشهر شهر رجب شهر الدعاء، شهر التوبة، شهر الصيام. عن النبي صلى الله عليه وآله: إن رجب شهر الله العظيم، لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا، والقتال مع الكفار فيه حرام. ألا إن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. ألا فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان الله الأكبر، وابتعد عنه غضب الله، وأغلق عنه باب من أبواب النار. وعن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسير سنة، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وآله: رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى الرجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب سبا فيه، فاستكثروا من قول الله من قولكم: أستغفر الله وأسأله التوبة 70 صباحا و70 مساء، والأكثر فالأكثر: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وأستغفر الله وأسأله التوبة. ومن لم يقدر على صوم شهر رجب، إذا كان المريض عنده عذر لا يتمكن عن الصوم، يسبح في كل يوم 100 مرة بالتسبيحات، ذكرها محدث القمي في مفاتيح: سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العزة وهو له أهل. 100 مرة. اللهم وفقنا في هذا الشهر للدعاء والذكر والصيام. خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراقبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للصائمين، ونيلك متاع للعاملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المهتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. استغفر الله لي ولكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه،
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وقدم خالص العزاء إلى صاحة مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان. وإليكم أيها الإخوة والأخوات، بمناسبة استشهاد الإمام الهمام علي بن محمد الهادي عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم شافي مرضانا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله.